بشأن تدهور القطاع الصناعي في العراق في ظل عدم وجود خطة حقيقية لتطويره، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور. دكتور هشام، مرحبا بكم. يعني تدهور القطاع الصناعي في العراق يتزايد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، ولكن ما أسباب تدهور هذا القطاع المهم دكتور؟ شكرا جزيلا. أهلا بك ولمستمعيك الكرام. مرحبا بك دكتور. يعني القطاع الصناعي الذي كان يمثل نسبة كبيرة لحاجة المواطن من منتجات كانت متوفرة بأسعار مقبولة ومناسبة، إلا أن آثار الاحتلال ضرب معظم المرتكزات الأساسية للاقتصاد العراقي، ومنها القطاع الصناعي والمشاريع الرئيسية بشكل خاص الكيميائية والإنشائية، عطل هذه المنشآت من أداء دورها في تغطية احتياجات المواطن، وبالتالي انعكس ذلك على الأسعار والشحة في بعض الفقرات من الإنتاج المحلي. دكتور هشام، القطاع الصناعي كان هناك أكثر من 50 منشأة صناعية لها وهو حسب تاج. ولذلك وضعت قبل الحرب أن هناك يعني إدارة هذا القطاع واحدة من قبل وزارة يعني أصبح غير ممكن، ولذلك تقسيم إدارة هذا القطاع من خلال إدارتين، إدارة معنية بالقطاع الصناعي للصناعات الخفيفة والأخرى للصناعات ثقيله عدا الصناعه العسكريه التي كانت مرتبطه بجهه اخرى. مع الاسف الان القطاع الصناعي اصبح مو متخلف على المستوى الانتاج، متخلف بقدرته على المنافسه او على تغطيه كلف الانتاج للمنتج. تدري ان القطاع الصناعي كان يغطي جزء من حاجه الموازنه من الأرباح المتحققة. الآن القطاع الصناعي غير قادر أن يوفي كلف الإنتاج لسد احتياجات تشغيل المعمل. الآن القطاع الصناعي بعض من عايش على المساعدات الدولة، ولذلك وزارة المالية تغطي الكلف وأكثرها هي رواتب اللجوء للعاملين، لأنه المردود العائد للمنتج لا يغطي الكلف الحقيقية. طيب، بدل ما أن يكون مغذي أصبح عايش على المساعدات من قبل الدولة، وأعتقد هاي الملايين المتراكمة ديون على القطاع الصناعي لا يمكن تغطيتها من خلال الواقع الذي يمثله القطاع والأجل. طيب دكتور، في ظل البرامج التي تقدم من الحكومات المتعاقبة وبالتالي هي تعرض على البرلمان، هل يمكن رصد خطط ربما تكون رصينة للنهوض بالقطاع الصناعي في العراق دكتور؟ عندما يفهم أن القطاع الصناعي يمثل قوة فاعلة لاقتصاد العراق. نعم، أخي القطاع الصناعي كان يمثل أكثر من 13.9% من الناتج المحلي، الآن ما يمثل أقل من 1. ولذلك الاختلالات التصير بالاقتصاد العراقي أن القطاعات الإنتاجية أصبحت غير قادرة أن تأمن مستلزمات احتياجات المواطن، وبالتالي أصبحت على الموازنة في تغطية كلف إنتاجية وتغطية مواطن. إضافة بعض المشاريع في وقتها خصصت بعد أن غصت حاجة المواطن للتصدير، على سبيل المثال معمل الكويت للسمنت للإنشائية كان مخصص إنتاجه فقط للتصدير، لأنه المشاريع المتوفرة في بقية المحافظات يغطي حاجة البلد. فارق ما بين ما كان فاير ومعدل التصدير وما بين بالوقت الحاضر أن السوق يعتمد على الاستيراد. طيب، هذا على سبيل المثال. نعم دكتور، القطاع الصناعي في وقته نعم كان
كان يعتبر قطاع متقدم جاذب للقطاعات الاخرى حتى يغطي مسيرته ان كان الزراعي او الخدمات. هذا ما متحقق الان. انت تضع خطط عدم قناعه او عدم قدره على التخطيط، لا والله عدم قدره على عدم التنفيذ يبدو من خلال ما تفضلت فيه بالمقدمه ان التاثيرات الخارجيه كانت عامل قوي للتاثير لاضعاف هذا القطاع، وبالتالي محاوله اضعافها لغرض تامين الاستيراد والذي اصبح نسبته عاليه. نعم. بتامين احتياجات المواطن. دكتور، على ذكر الخطط، مع عدم وجود خطط حقيقيه للنهوض بهذا القطاع المهم، كيف ترون استحداث 286 ألف درجة وظيفية كما أعلنت عنها الحكومة الحالية؟ كيف ترون هذا الموضوع دكتور؟ يا أخي، هو جزء من سبب عدم قدرة القطاع الصناعي أن يواكب عمله أنه وزي بأعداد أكثر من احتياجه على من العاملين. أصبح كل حزب أو كل فئة معينة بغرض كسب المواطن او الذي اخذ تقرب منه غطوا المعامل بكتب لغرض اعاده توظيف. اكو بعض المعامل فجأة ثلاث شفتات، احد الشفتات ما يداوم باعتبار حاجه المعمل سلسل ما هو مستخدم. هذه الزيادة بالعاملين أثر على قدرة إرادة الحكومة أو النظام أن تتخلص من بعضها، لأنها ساعات مكلفة عندما أعلنت على بيعها للقطاع الخاص. القطاع الخاص فرض على الدولة أنه إذا يقتني هذه المشاريع الصناعية. نعم دكتور. بدون عمال، لأنه يعرف عدد العاملين لا يمكن تأمين حالة اقتصادية للمنتج الصناعي. فبالتأكيد أما هذه الخطط الموضوعة على الورق، يعني أول شيء النية، القدرة، المتابعة، لكن ما نسمعه الآن من جوانب الحالات مع الأسف نعم دكتور التصرف بالعمل لا يمكن أن يكون لهذا القطاع فاعل. شكرا. يؤدي نعم دورة بتغطية حاجة المواطن. من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور، شكرا جزيلا لكم.